السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم خوتي جيتكم في المنظر الجميل ديجا. انا في الحدود البلجيكيه، هي بلجيكا كتبقى ورايا، الديور في بلجيكا وانا في فرنسا. المهم اخوتي، الفيديو ديال اليوم شويه متغير، نعاود لكم شويه على القصه ديالي، كيفاش اللي بغيت نعرف على مراد اكثر، كيفاش بدات الهجره من المغرب لأول مرة، وكيفاش فكرت نهاجر. وغادي ندير لكم بحال سلسلة، كل مرة نعاود لكم شي شوية. المهم أخوتي، دابا يبان لكم مزيان واحد البحيرة صغيرة، اللي بغى يجي هنايا كيصيد راسو ديال الصيادة هي، وهنايا غير الطبيعة باش متقنطوش. ندير لكم صور لكم وميم طون نهضرو معاكم شوية. هادي بلجيكا ورايا، كاينش واحد الفرق بزاف ما بين بلجيكا و كنهجت اخويا شويه، كنهت لما كنتمشى، تمشيت بزاف اليوم مع الجو زوين، كنبروفيتو شويه. المهم اخوتي، كيف ما كتعرفوا يعني حلم اي واحد في المغرب، يعني هاد الطبقه الفقيره والمتوسطه، يعني كيكون ديما داك الحلم ديال الشباب انه الهجره، خصوصا حنا كنسكنوا في الرباط في واحد الحي كيجيو دوك صحاب الالي الباتي يعيطوا علينا تما، كناش كنرضعوا انتوني اخوتي. وبدات تجينا ديك في المدرسه، دوزنا ديك المرحله، عاوتاني كتوصل كتبدا تخدم، هذه كتلقى شويه امور الخدمه من ماشي هذيك، خليونا هنايا في تحت الشجيره هذه يا هذيك اخوتي. صافي بدات عندي ديك الفكره، الحلم ديال اوروبا اوروبا اوروبا، كتبانش انا مزيان. اصدقاء كاينين بزاف كان عندهم نفس الحلم نفس. صافي بدينا كنقلبوا، واول تجربه اول مره غادي يعني غادي ندير تجربه، كان عندي واحد صديق ديالي عصام وشي اصدقاء، كنا كنمشيو للسفارات، حنا ما عندنا لا باسبور لا والو باقي صغار، وكنمشيو للسفارات ديال يوغوسلافيا ديال دوك المدن اللي كيكونوا شويه فقراء، كنقولوا تما يكونوا ساهلين ناخذوا الفيزا ومن تما كندخلوا شي دوله. ما علينا خوتي، هذا فيديو شويه مغير على داك الروتين اللي كنديرو ديما، شكون شويه ديال التنوع في القناه ديالي. المهم اول حاجه درناها كانت في الكورس في الكارتي فين كنسكن، كان واحد الافارقه ديما كيشوا كلاسي شويه باين عندهم فلوس، كان كارين في الحومه ديالنا وديما كيدوزو ديك السلام سلام الحديد الواعر كدا. هو داك الدري صاحبي سميتو انوار، كنوجه ليه تحيه، كيهضر مزيان فرونسي ديك الساعه، قال لي اجي نشوفو معاهم لك يعرفوك شي طريقه كيفاش الفيزا كذا. صافي هضرنا مع واحد التخينه محمد من الكونغو، قلنا راه عندي واحد صاحبي من الكوت ديفوار، قال لينا راه غادي يصيب لكم الدوسي ديال الفيزا كذا وتدفعوا فرنسا راه يقبلوا لكم. هادشي كنقول لكم في 2001. صافي صيب لينا الدوسي، جابوا لنا باش ناخذينا رونديفو السفاره، دفعت الاثنين ثلاث على المشكل في امريكا ديال اللي باقي كيعقل ديال 11 سبتمبر 2001 باش تفرقعوا دوك لي توينز، كنضربهم بالطيارات وداكشي. صافي حماد وتسيد عاطينو الفلوس وكذا. صافي مشيت للسفاره 48 ساعه ديك الوقيته، كدفع سفاره فرنسا 48 ساعه كتمشي تاخذ الباسبور ديالك، سواء كيقبلوك سواء كيردو ليك. مشيت خديت الباسبور ما كاين والو يسير الله يعاونك، عيطت لذاك خينا قلت ليه شوف راه رفضوا ليا كذا، راه خصني ترجع ليا فلوسي، راه كيتهرب علينا كذا انا وداك صاحبي والو باش يرجع لينا فلوسنا. المهم هو فاش كنا تنهضروا معاه الايامات الاولى داكشي، كان قالنا راه مجوج بواحد خيتي مغربيه خدامه في واحد لاجونس في اكدال، كما تذكر سميت لاجونس. مشينا قلبنا على مراتو، جبدنا مراتو قلنا ليه شوفي راجلك يرجع لنا الفلوس يا غادي نشوهوك انتيا، انتيا اللي غادي تطمني علينا. عطاتنا العنوان ديال الدار ديالها، كتسكن في توارق يعني في القصر ديال الملك. مشينا دخلنا لعندها، مشينا حتى للدار جبدناه هبطنا، قلنا لي غادي نشوهوك هنايا الدنيا كلها بوليس، نقول لهم راك مصبتي علينا. صافي هز طوموبيلتو دانا للبيرو ديالو، عنده واحد البيرو كاري غير كيطلق المصباح تيالو. صافي ولينا كنمشيو عنده كل مره كيعطينا شويه. المهم باختصار رجعنا فلوسنا كدا، هادي المرحله الاولى دازت. المهم بقات لي هذيك خصني نخرج. صافي مرتب بقيت باقي حامل جلس في المغرب، كان الوالد الله يرحمه كنتمنى ندعو معاه في الرحمه، الله يرحمه مسكين في هذا النهار هذا. كنهضر مع واحد الجار ديالنا كان في قطر ديك الساعه في الخليج،
قال له انت شوف لبالك شي كونطرا لوالدي وهادي. وداز المده والوالد مسكين توفى الله يرحمه. داك السيد نزل جا للمغرب مع جارنا، سمع بان الوالد توفى، ما كان كيعرفو مزيان داكشي، جاب شي عزينه جاب لي الكونطرا معاه، قال لي شوف هادي راك جايبها لك وتفرحوا الوالد، ولكن ما كتبش. عطاني ديك الكونطرا باش يدفع، تخديت الفيزا ديال قطر وصافي غادي نخرج، واخا ما كنعرف والو على قطر. خوتي في ديك الوقيته ديال 2003 2004 راه بنادم ما كانش كيعرف دولة قطر، كانت الجزيره كنشوفوا الجزيره كما كنعرفوا واش راه في قطر وبدا هذا. ما علينا، هذيك اخوتي صافي قطع طياره المطار ويلي شي حاجه حمار. مشينا اول مره المطار الطياره، داكشي تصور انا داخل ديك الخلعه اول مره غنخرج، داكشي وكتسمع سميتي من اللور داك كتكون شاد الصف غادي تدخل صافي ديك لاصال اللي كطلع فيها الطياره، دزت الديوانات دزت كلشي وكتسمع سميتي مراد. كندور كنلقى الدري ولد حومتي غادي معايا في نفس الطياره، ولكن ما غاديش لقطر، هو كان غادي لكوريا وغدير لي سكال في قطر. صافي مشى معايا في الطياره، مو منسني ولا حيد عليا ديك الخلعه ديال الاولى كدا هادي. نزلنا في الدوحه واحد الحراره ما نعاودش لكم اخوتي، اول مره غادي نشوف ديك الحراره في حياتي غادي نعيشها. نزلنا دخل معايا المطار وواحد لقيته بقى كيزيد يزعم معايا، واخا ماشي في نفس واخا صافي وقت يدوز من الطريق اللي كدي لكوريا فين غادي يطلع في الكوريا الطياره ديالو، وانا صافي غادي ندخل قطر لان هذه هي المرحله الاخرى ديالي. واخا درنا لي سكال في ليبيا ساعه كتبقى في الطياره. المهم بقى تابعني تابعني، والبوليس هما يعرفوا بان شي واحد سلت ليهم كيصحابو غادي يحرك داكشي، وجا كيجري من موراي واحد البوليس تخلعت انت باش واقع يا هذيك. ويقول لي واحد السيد كان معاك وداكشي راه ما لقيناش. بونجور قال لي راه ما لقيناش وداكشي، قلت له داخل المراه كان معايا راه مشى في حالاته. صافي في الاخر وي كيشير ليا من بعيد قال لي صافي هذا كيضحك داكشي. دزت المواعب خديت الباليزه ديالي خرجت، ما تلقيت داكشي تسنى لي واحد العالم اخر كحرف الرباط. حنا هي مفتلو ماشي بحال تماك، لقيت الصمت والناس لابسين الابيض، الرجال الابيض، العيالات كحال واحد العالم جديد عليا. المهم دوزنا واحد البركه تماك، تقاتلنا خدمنا في الكابس، خدمت مع روطانا واحد روطانا عندهم المحلات ديال الكاسيت، كل الكاسيت الافلام سيديات وداك العالم كامل، كنت خدمت معاهم هما، خدمت مع زهراء يعني رونت. ما عليناش دوزت ايام تماك واحد تقريبا عام ونص عامين ما عجبنيش الحال. داك الكافي اللي كان معايا قال لي شنو بغيتي كدا، قلت له ارجع حالي. لا يا ربي قبل منها دفعت الفيزا في قطر، كان واحد الدري صاحبي مغربي كان عنده شركه ودار لي الاقامه على حسابه، قال لي نصيب لك الوراق ودفع لي الاوروبورت. شوف حالك من هنايا تسعى، هو كان هرب من البلاد بكري كنخرج، كان وقع شي مشكل معاه مع الكافي ديالو، بقيت انا حاصل في الكافي ديالو. الكافي صيفطني عند المحامي ديالو قال لي شنو بغيتي يعني واش واش بغيتي تخرج تمشي فحالك للمغرب ولا تخدم نعطوك الاوتوريزاسيون تمشي تخدم شنو بغيتي؟ قلت له انا بغيت فيزا شي مكان. صيبوا لي الدوسي كدا وهادي، مشيت دفعت للسفارة فرنسا رفضوا لي ولاد الحرام. هادي ثاني مرة كيرفضوا لي حيت كان في الباسبور ديالي في هذيك لادات اللي دفعت فيه من قبل السفارة في المغرب، السفارة ديال فرنسا في المغرب، عرفوني كنقلب غير باش ندوز. صافي رجعت في حالي طالع لي الدم، صافي بقيت غير كنطلعو تماك وانا نرجع في حالي للمغرب. رجعت للمغرب واحد العام بحال هكاك والو ما تسرطاتش ليا، خصني نوصل داكشي اللي بغيت. مشيت اخوتي ومشي دراري صحابي واحد ولاد الحومه جوج، ديما هكذا جالسين مجمعين في الحومه كنقلبو وانا تنبريكولي مدبر على راسي يعني فين ما كنمشي راه ما كنجلسش بلاش، الحمد لله ديما جايب روحي. جلسنا سيدي كنتحاورو كيفاش نديرو هادي واحد الدري صاحبي جا لعندي قال لي راه كاين واحد خينا كيعرف واحد السفارة ديال في اسبانيا كيصيفط كونترات كدا، صيفط لينا الكونترات، جاو الكونترات مشينا درنا التحاليل المسائل تا هو عطينا الفلوس في الاول التسباق، شنو دفعنا السفارة والو ونطوط كنتسنى فين ما نمشيو ناخدو الفيزا تيقولنا راه باقي ما جاهمش الروتور ديال الشركة اللي
عندي في اسبانيا باش يتبعونا انا فريمون راه حنايا الكونترا ترافري. قال لك كيتسناو حتى داس مود شهر شهر ونص والو ما كاينش لا غير صافي. مشينا جبنا الباسبور ديالنا رجعنا عند داك السيد كان في الحومه تاع هو بقينا كنتقاتلوا معاه كل مره كيعطينا شويه ترجع لي داك الريالات. الحمد لله الفلوس ما كانوش كيمشيو لينا. خطر كاز داكشي ويقول لي داك صاحبي كيفاش قطر كاع الخوا حنا وخمشيو على القطر كاع بقاو كازين هنايا. كان راه باقي عندي الكونتاكت مع الدراري صحابي ديما ما كاينش المشكل. ديك الساعه مشينا شفنا ديك لاكارت ديال تيلي بوتيك طق عيطت لواحد الدري صاحبي ولد اكادير قلت له شوف اخيرا بغيت نرجع انا واحد الدراري صحابي وبغيت نرجع لقطر. قال لي شوف راه دابا نيت في الطريق غادي عند واحد صاحبي واحد الصحراوي قال لي راه كيصايب الفيزات للمغاربه قال لي بغيتي ندوزو لك. قال صافي وصل عنده عيط ليا قلت له صافي طحن السراب صيفط لينا الكونترات رجعنا لقطر عاوتاني. قال لي صحابي بس الله يجازيهم بخير رحبوا بينا. المهم حمروا لي وجهي مع الدراري اللي جاوا معايا. دوزت عام في قطر بريكولي طلعت ونزلت لقيت انا باقا هي ما تفات شي حاجه وخا طلعوا العمارات وما عرفت شنو والو الدراويش ما يعيش فيها. صيبت دوسي مع هذاك اللي كان جابنا اللي كنت خلصتو جابنا صيب لي دوسي كومبلي باش اني ناخذ كريدي في المغرب وندير طاكسي ونجلس صافي نمشي للمغرب هذاك الكريدي ناخذو نشري به طاكسي كري ماكدو نخدم في المغرب نريح حالي. مشيت للبنك الشعبي باش ناخذ كريدي رفض ليا باش يعطيوها الكريدي انا وداك صاحبي. قلت لي شوف هذا الدوسي هذا راه يصلح لينا ندفعو لشي السفاره ديال بولونيا دير صاحب صاحبي امين في قطر كي ردفع لي وعطاو لي بالزربه راه ساهلين. قال لي ويلي قلت له والله العظيم اجي نجربو. مشينا درنا ريزيرفاسيون ديال الطياره الي روتور درت ريزيرفاسيون ديال لوطيل كونفيرمي ماشي غير هكاك ومشينا خلصنا لاسيرونس طاق مشيت دفعت لهم السفاره ديال بولونيا دار معايا لوطخوتيا بالفرنسي الحمد لله كنت نقشبل مزيان داك الدري اللي معايا تا هو كنت تنهضر في بلاصتو حيت عندنا نفس الدوسي. قالوا لهم راه حنا عايشين في قطر ودابا في المغرب بغينا نمشيو لبولونيا ونرجعو لقطر. صافي اخوتي هذيك دفعنا ليهم والله العظيم 48 ساعه نط عيطت للسفاره عطيتهم النيميرو ديال بحال الكود كادوك عطيتهم النيميرو داكشي قالوا لي فلان فلان صافي راه دوزت تحت الباسبور ديالك. عيطتك صاحبي قلت له ويلي صافي راه خرجوا الفيزا. قال لي ويلي طق صافي تلاقينا مشينا جبدنا الباسبورات كنحلوهم كنلقاو ماشي يمكن فيها 18 يوم لبولونيا. داك الدري صاحبي ما لقاش عاد من يمشي حدا انا كنت غادي عند خويا ما يمكنش ليا ندي معايا صاحبي وخويا مجوج مراته راكم عارفين اخوتي هادشي كامل. داك صاحبي خاف من اوروبا ما عرفش شنو وقع ما مشاش حرك الفيزا في المغرب وقلت في المغرب انا خطات في كنت خايف من واحد القضيه اللي يقولوا لي وانت يا واخد الفيزا بولونيا وعلاش باغي تدوز على اسبانيا وفرنسا كنت خايف من هاد القضيه حتى هي. الحمد لله في المغرب في ديوان ديال المغرب في طنجة ويلي اش داروا ليا شووني تما قال لي داك الديوان يسير للمكتب مشيت للمكتب شاد الفيزا و تيخشف فيها في الشمس يعني شمال في المغرب باقي مع اخرين يعني تيكرهوك اصاحبي الناس عندهم لاباراي لاز بحال لاز لازير كيضربها غير في الفيزا كطلع ليه شفري ولا ماشي فري. السيد كان يشوف ليها في السما و تيقول لي من جاتك وكيفاش قلت لي راه كلشي قدامك. المهم بقيت يدور فيها قال لي تسنى بقيت تنتسنى هادي صافي في الاخر قال لي صافي سير كيعيط للديواني من بعيد واه هشام بحال هكا والله العظيم باقي عاقل على سميتو هشام وسط الديوانه وعباد الله والكبار ومخلطه. صافي مشيت طبع لي الفيزا طبع لي الطبعه ديال الخروج مشيت كنت مخلوع انا من الصباح ملي طلعت في داك الباطو صراحه واحد الاحساس واعر كتقول من هنا مساكن كيدوزو الحراكه من هنايا شحال واحد مات هاد الاحساس فاش كاين سيرتو اول واحد تنصو ياخذ فيزا شي يمكن يسافر في الكار ماشي في الطياره. وصلنا للديوان ديال اسبانيا كنت مخلوع منهم كاع واحد الدري ود كازا عايش تما كيهضر اسبانيوني وكاين لاحظ ديك التحتايه باش تلا سولوني ترجم ليا وصلت واحد الدري جان اسبانيوني دار لها غير واحد لاباري تراك طبع ليا تستفعالاتي دخلت لاسبانيا هنا كتبدا واحد المغامره واعره خوتي غندير لكم عليها الفيديو الثاني حيت هذا غادي يكون مهم بزاف بغيت نطول عليكم. احسن حاجه في هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون جاي كيفاش دخلت اوروبا وصلت لباري اول خدمه خدمت في باري معاناه الليل كيفاش تصيبت الوراق كيفاش تخدمت كيفاش داك العالم كامل ان شاء الله.